كريس كروفورد عم يخسر الطابة، مالك عم يعمل ستيل، جيمي بمرر، مارك فرهارت بيرجع بيتقدم بفارق نقطة. مارفيل هارس، مارفيل عم يخترق بالترافيك، مش معقول مش معقول. مارفيل هارس كمان، مارفيل عم يعمل ستيل. برجع بذكر دائما مارفيل هو افضل ستيلر بالليغا اللبناني، بيسجل اولى بيطلع بالطابه لبرا. براندن موبلي بمرر لجيمي، ثلاث ثواني ثانيتين، مارفيل بياخذ التسديده، مش معقول مش جون. هو اللي عم يدافع على مارفيل هارس، بطلع الطابه لبرا عند الايوبي. هارس مارفيل، مارفيل بسدد، بسجل مارفيل هارس ثلاثيته. هارس مارفيل ستاب باك بسدد، بسجل مارفيل هارس. تمريره مارفيل بيعمل ستيل، بروح مارفيل هارس بشكل سريع وبسجل. المتحد عم يتقدم بفارق أربعة. كمان مارفيل عم يعمل ستيل، مارفيل بروح على السالة بسجل مارفيل هارس نقطة السادسة. لعلي حيدر ستيل الثلاثية ما بسجل علي حيدر، تياغو مخلوط على الريباوند. مارفيل هارس بسجل، مارفيل بسجل، بشرف يعمل الريباوند لكن مقطوع من مارفيل هارس يلي بروح على السلة. مارفيل هارس وبسجل مارفيل، بسجل مارفيل بستيل وعم يجبر الرياضي بالتورن اوفرز. برسنتج وايز الفريقين برسنتج اليوم غالي، اكيد المتحد افضل على الارك. مارفيل بسدد، لا حسن محاولة مارفيل بياخذ تسديده من محل بعيد، من محل بعيد. دائما بيعرف ينهي مباريات، ولنشوف اليوم اذا رح يعرف ينهي المباراة. عمر الايوبي مارفيل، مارفيل حلوة التمريرة وادوار. ناديين لهلا دقيقتين ونص، كل واحد مسجل ثلاث نقاط بس. مارفيل هارس هداف الدوري اللبناني بمر لبراندن موبلي، بياخذ تسديده. كوينسي دوبي كمان محاولة ثلاثية، هارس على الديفنسيف ريباوند. واضح جدا انه يوم كوينسي دوبي اخذ يعني حرية. وائل عرقجي عم يتحضر للعودة لأرض الملعب بآخر دقيقتين تقريبا من الهاف، من الهاف تايم الأول. مارفيل بيخترق بسجل، مارفيل يعني مارفيل دندش تسديدة مارفيل الثلاثية بسجل مارفيل هارس. بيبقى لنهاية الكوارتر الأول مارفيل بسدد بسجل مارفيل هارس سبع نقط. كرم مشرف فول ديناي على مارفيل هارس، ما عم بيساعد أبدا، عم يجرب قد ما فيه بعده عن الطابة. مارفيل بيستلم، مارفيل بسدد على الأرض، لا يا مارفيل لا يا هار. مارفيل بمر لإدوار بشارة، ريباوند لصالح مارفيل هارس بوقت تشارلز. كريس بيخترق، كريس بروح على السلة ما بيسجل. كريس كروفورد لمين؟ الريباوند، الريباوند لمين؟ مارفيل هارس بروح على السلة، مارفيل هارس بيسجل، مارفيل هارس بيسجل، مارفيل هارس نقطه ال 11. الفريق كل فريق عليه 14 شخصية. بيج شوت، خلي 61 لا يشوت مارفيل. نو سويتش. لا 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 احسن من انك تلعب على الثري وما تسجل. والله لاعب اهلي وثمان نقاط لفريق الشارجه. شوف دخول رغم الدفاع
من الجماهير الأهلاوية اللي يتواجدون اليوم لتشجيع فريق النادي الأهلي. محاولة شوف الثلاثية عمر العامري وتصويبة من يونس خميس دخول ولكن إلى مارفيل ثلاثية مارفيل إلى تايلور دخول وخطأ على مرسل جو ثلاثة لاعبين على وينشيزم كرة من تايلور مارفيل هارس مارفيل يحط له نقطة ويحط له نقطتين لكن ضاعت إلى من؟ إلى مارفيل هارس ودخول من مارفيل هارس قلت لك هو يضيع ال 24 ثانية شوف ثلاثيته قرار صحيح من حكم المباراة في دفع باليد اليسرى من ميثم نو فاول ميثم أربعة أخطاء خلصنا أول ولا أوفنسيف ريبان في حين أن الكوارتر الثاني أخذ ثماني أوفنسيف ريبان عشر ثواني من نهاية الكوارتر الثالث يغود الكتيب العرباوي هذا اللاعب وبالتالي تو بوينتس لويليام بيرد هارس أخذ نايس موف لا يا مارفيل يا هارس مارفيل هارس بيخترع لا هالمرة المزح كتير فرجينا زندك يا مارفيل يا هارس ما معقول إلى لجهة كريم لكن مارفيل هارس بيعمل ستيل مارفيل هارس بروح على السال اي لاف ذات جيم مارفيل هارس مارفيل هارس بيعمل ستيب باك بسدد بسجل مارفيل هارس ما معقول قد ايه حلو عم تشوفوه بالاعاده هون بلال كيف زحط واخذ التسديده بنجاح